كنت قاعدة في أوضتي بتكلم مع علي. علي هو حب عمري ساعة ما قابلته في الجامعة. هو أكبر مني بسنتين، لسه متخرج من كلية الطب، أما أنا لسه قدامي سنتين. كنت قاعدة بتكلم معاه وبقوله: ألو يا علي، أنا مش مصدقة إنك بكرة جاي تتقدم لي بعد 4 سنين حب من ساعة ما دخلت الكلية، وأخيرا يجي اليوم اللي كنت مستنياه، إنك تتخرج وكمان تيجي تتقدم لي. أنا بحبك أوي يا علي، بحبك أوي. رد علي وقال لي بكل حب: أنا اللي مش مصدق. على فكرة بقى، أنا هقول لباباكي إن نعمل الجواز في آخر السنة الجاية، يا دوبك نجهز حالنا أنا وإنتي ونتجوز على طول، والسنة اللي تبقى فاضلالك تاخديها عندي وأنا هذاكرلك. ما إنتي هتتخصصي في نفس التخصص بتاعي ولا إيه يا قمر؟ طبعا أكيد أكيد طبعا، أنا بحبك يا علي. يلا هقفل سلام، أصل في حد بخبط علي. في الوقت ده الباب فتح وكانت أخت سهير، هي أكبر مني بسنتين، فرق بيني وبينها بس هي أخت من الأب، ودايما بتعاملني وحش جدا أنا وماما، بس ماما دايما بتقولي مشغلش بالي. المهم لقيتها بتبصي من فوق لتحت وبتقولي بابتسامة صفرة: يلا اتفضلي يا سيادة الدكتورة، والدك بتقولك العشاء جاهز، اصل انا الخدامه علشان تبعتنا ناديكي. قالت الكلام وخرجت وسابتني. نسيت اعرفكم بنفسي، انا اسمي حياه محمد العباسي، بنت في فرقه رابعه في كليه الطب. انا مبسوطه جدا ان اخيرا بكره حبيبي واللي هو الدكتور علي هيجي يتقدم لي. خلاص كلها بكره وهكون ليه. زي ما سمعتوا المكالمه، ماما عارفه ان انا وهو بنحب بعض، وكلمها كام مره لما كان بيتقدم لي عرسان ويقول لها انه هيجي بس مستنى اما يتخرج. وخلاص اتخرج وجاي. طبعا في ناس منكم هتقول ان التصرف ده غلط، بس انا كنت بحبه، وانا وحيده ماما، وماما كانت معاملاني ان انا مش بنتها، لا صاحبتها، لازم اقول لها على كل حاجه. ودول الاهل اللي بيفهموا ان هما يصاحبوا ولادهم، يكون في حدود لكل حاجه، بس مش تتكوا على ولادكم قوي علشان ما يلاقوش ايه الحنان بره. المهم انا بقى كنت مبسوطه جدا. اما بقى بالنسبه لاختي سهى واللي هي اختي من ابويا، ما بتحبنيش خالص، لاني فاكره ان ماما خدت بابا من امها، ان ماما خدت بابا من مامتها، مع ان ماما ما تعرفش ايه سبب الطلاق اصلا، وان بابا تقدم لها بعد ما طلق مامتها وعدت شهور العدة، وكمان ماما ما كانتش تعرف بابا ولا بابا يعرفها، ده تيتا هي اللي جابت له ماما كعروسة، والسر ده مدفون لحد ما مامتها وهي عندها 10 سنين ماتت ويجت عاشت معانا، وهي كل يوم تعمل فينا مقالب وفصول بايخة وتضايق فينا، واحنا عارفين وبنقول نسكت علشان خاطر بابا. يلا بقى خلونا نبدأ حكايتي مع حسن حبيبي اللي جاي بكرة، هسيبكم واروح اتعشى واجي. عد الوقت وساعتها اجى تاني يوم، وكنت لابسه ومشيكه، واللي فاجئني ان سهى فرحانه ولابسه هي كمان وعايزه تحضر معانا. طلعنا وقعدنا وقدمنا الواجب، وانا كنت قاعده فرحانه جدا مستنياه ينطق ويتكلم ويقول انه جاي يتقدم لي. واول ما بدا يتكلم فرحت، بس الفرحه دي تحولت لصدمه وعدم استوعاب لما لقيته بيقول: عم محمد، طبعا انت هتقول ازاي انا لسه متخرج وجاي اتقدم لبنتك، بس بصراحه انا عندي العياده بتاعتي وعندي شقتي الخاصه غير الشقه اللي عايش فيها انا ووالدتي، وكمان عندي عربيتي وعندي حسابي في البنك اللي يخليني اتكفل بكل حاجه تعوزها الانسه سهى، علشان كده انا بطلب منك ايد الانسه سهى. بصيت له وانا مش مصدقه، وسهى لقيتها بتضحك وهو بيضحك. انا وماما الصدمه نزلت على وشنا واحنا مش مصدقين. معقول معقول جاي يخطب اختي بدالي؟ كنت عايزه اصرخ واقول له بتقول ايه يا علي، بس لقيته بيكمل كلامه وبقول: انا عايز الفرح يكون في 5 أو 6 شهور، انا عندي كل حاجه جاهزه في شقتي، وكمان مش عايز منها اي حاجه. انا بحب سهى من ساعة ما كنا طلاب في الثانوي، هي كانت زميلتي وعمري ما اعترفت لها بالحب ده،
علشان كده انا عايز الفرح يكون على طول. قلت ايه يا عم محمد؟ اعتذرت منه. وقمت بسرعة وانا بمسك دموعي بالعافية، وقمت دخلت اوضتي، وبابا فضل قاعد معاهم واتفقوا على كل حاجة. وانا قاعدة في اوضتي وبعيط، سمعت الباب بيتفتح. مسحت دموعي بس كان اثار الحزن لسه باينه على وشي، والاثار باينه في عينيا اللي حمرا من كتر الدموع. لقيت سهى داخله وبتضحك بشماته وبتقول: سمعت انك تعبانه، جيت اشوفك، انت مش قعدتي وكملتي الاتفاق ليه؟ وسمعت اللي حصل. سهى علي بيلعب بيكي وبيا، بيلعب بينا احنا الاتنين. ده كان بيكلمني ومفهمني انه جاي يتقدم لي. بلاش توافق علشان ما يلعبش بيكي زي ما لعب بي، انت اختي وانا خايفه عليكي. كنت بقولها الكلام بصدق، لقيتها بتضحك وقلت يمكن مش مصدقاني. قلت لها: لا مش مصدقاني، انا ممكن اوريك المحادثات اللي ما بيننا واوريك المكالمات اللي بالساعات. ده كان مفهمني انه جاي يخطبني. صدقيني انا مش بقول كده علشان مش فرحانه لي، انا بقول كده علشان خايفه عليكي يضحك عليكي زي. هي مسكينة يا حياة، شكل الصدمة أثرت عليكي. طب على فكرة بقى يا حياة، أنا عارفة كل حاجة، وأنا اللي موزية علي من ساعة ما دخلت كلية الطب إنه يكلمك. ها؟ أنا اللي موصية على كل ده. عارفة ليه؟ لأني بكرهك وبكره أمك، وكنت عايزة أشوف الكسرة في عينيكي وفي عينيها. وأنا النهاردة بنت الست اللي ضحكتوا على جوزها وخدتوه منها قدرت تكسركوا وتنفسكوا. نفس الشعور اللي دوقتوه لأمي، وأمي اللي ماتت بحسرتها. بسبب أمك أنت عشت حياة مبسوطة، وكمان كانت بتذاكر لك وتهتم بيكي ودخلت كلية عالية. بس أنا لأ، ما دخلتش ولا كلية عالية لأن أمي كانت دايما مريضة وما بتذاكرليش. حتى لما ماتت كنت دايما حاسة أبويا بعيد عني وقريب منك، علشان كده حلفت لأدوقكم نفس العذاب. وانا فرحانه قوي فيك وفي امك دلوقتي. تعرفي علي بيحبني فعلا من ايام الثانوي، ويجي وعرض عليا ان احنا نفضل مع بعض ووافقت، بس بشرط انه ساعه ما هتخش كليه الطب، لان كنت عارفه انك شاطره وعايزه تخش، يلعب بيكي ويحسسك ان مفيش زيك في الكون، وان اليوم اللي هيفهمك انه جاي يخطبك يخطبني انا قدام عينيكي وعينين امك، اللي انا فهمته انه يكلمها ويقول ان بيعشقك وعاوز يجي يخطبك، علشان انتوا الاتنين تدبحوا بنفس السكينة اللي دبحتوا بيها امي. سلام يا قطة، بتمنى ما تكونيش مجروحة قوي، لان لسه الجرح الكبير جاي قدام لما اخدك بنفسي تنقي العفش وتفرشيلي الشقة وتمسحيها لان العروسة، وتعملي كل حاجة انت وامك وانتوا ساكتين علشان خاطر بابا. باي. خرجت وانا فضلت اعيط لحد ما حسيت بامي اللي اجت قعدت جنبي وطبطبت علي، اللي كانت سامعه كل كلام سهى. سهى اللي اتطعنت في ظهري، مهما كانت بتكرهني وبتكره امي ليه تعمل معايا كده؟ ده انا عمري ما اذيتها، كانت تعاقبني باي حاجه مع اني عمري ما عملتها حاجه الا بطريقه الاذى النفسي دي، طريقه الغدر. فضلت اعيط وانا مقهوره، لقيت امي بتقول لي: ما يستاهلش دموعك يا بنتي، مش راجل اللي يخطط وتمشيه مرة يعمل كده يبقى مش راجل، ملوش لازمة انك تبكي عليه، لازم تنسيه. بس اللي عايزاكي تعرفيه يا حياة انه عمري ما فكرت اذي ام سهى، ولا كنت اعرفها، ولا والله يا بنتي كنت اعرف ابوكي لحد ما كتب علي. انا يا بنتي كنت متجوزة قبل ابوكي ابن عم، وللاسف فضل ضحك علي 5 سنين ومفهمني ان انا ما بخلفش، وهو مبهدلة وضربه واني متحملني لحد ما تعبت وحسيت اني في حاجة غلط، لانه عمره ما وراني تحاليل ولا اي حاجة، ورحت سرقت التحاليل من وراه ورحت المستشفى للدكتور. وقتها عرفت الصدمة ان هو اللي ما بخلفش. وقتها انا سبت له البيت ومشيت وطلبت الطلاق، لانه رغم ان هو هيجي في حقوقي وما خيرنيش اكمل معاه، لا كان بيعاملني هو وامه معاملة العبد واهانات، ودايما مزلة على انهم متحاملين اني ما بخلفش. وبعدها بسنة لقيت ست جاية تطلب ايدي لابوكي، وقالت ان هو مطلق مراته وعاوز يتجوز. ابويا سألها مش ممكن يرجع لمراته والموضوع يتحل؟ قالت لا الموضوع منتهي
وما رضيش تقولي السبب، ولا أبوك رضي يقولي السبب واتجوزنا. وبعد ما أمها ماتت أنا ربيت سهى كأنها بنتي، بس عمري ما شفت في عينيها الحب، والنهاردة أذيتك بسببي يا بنتي، سامحيني. عيطت وأنا بقول هي أنت ملكيش أي ذنب يا ماما، ده عقاب ربنا لي علشان كلمت واحد وهو مش يحللي، وفضلت أقول له بحبك والكلام ده ما يصحش إن أقوله له. تاني حاجة لما غصبت عليكي تكلميه لما عرفتي علشان ما نسيبش بعض، وانت كنت عايزانا نسيب بعض، بس انا استغليت الصداقه اللي ما بيننا وخليتك تكلميه غصب، يمكن علشان خنت ثقه بابا برضه، ده عقاب ليا، بس انا فعلا عمري ما هزعل على واحد زي ده. وعدت الايام ودايما كنت بعيط وحابسه نفسي، هو دايما كان سهى شغل اغاني، ويجي يوم خطوبتها وانا والدتي قالت للكل اني تعبانه، وبابا كان دايما لما يسأل عليا تقول له تعبانة، كنت بعيط وانا سامعة صوت الاغاني، كنت بسمعها وهي تيجي عنده قدام اوضتي وتعاند، وانا حابسة على نفسي وبعيط، بعيط مش علشانه، بعيط على الاذى اللي اختي عملته فيا والغدر اللي خدته منها. هو مش فارق معايا، بس في الفترة دي قربت من ربنا وكنت دايما بدعيله، وعودت نفسي ان ما تعلقش بحد اكتر من اللي خلقني، علشان ممكن تعودي او تعلقي بالانسان يصبح فيه خذلان. كنت بعيط جدا. وعدت الايام وخلصت الاجازة ورجعت الكلية، بس كنت راجعة شخص تاني حزين وتايه. وفي يوم في الكافيتيريا كانت صاحبتي واللي اسمها ندى قاعدة معايا، وطلبنا الاكل بس انا ما اكلتش. ساعتها اتكلمت ندى باستغراب وقالت ايه يا بنتي، هو الدكتور علي واكل عقلك بالطريقة دي؟ ايام الخطوبة حضرتك طبعا مش هان عليكي تعزمين ولا هان عليكي تكلمين، انا عارفه انه يجي يخطبك في الصيف، طبعا كنت مشغوله معاه، حاولت ارن عليكي كتير بس تليفونك كان مقفول، فقلت مش هعاتبها ولا هفتح معاها الموضوع، يمكن خايفه لاحسدها على الدكتور الامور ده، بس انت من ساعه ما جيتي وانت شخص تاني. في ايه؟ في ان علي فعلا اجى في الاجازه علشان يخطب، بس يوم الخطوبه اتفاجأت ان هو جاي يطلب ايد اختي سهى مش جاي يطلب ايدي، وبدأت احكي لها كل اللي حصل وكل اللي سوها عملته فيا، وساعتها لقيتها بتقول بحزن يا ساتر يا رب، هو في اخت كده؟ يا ساتر يا رب، لا لا لا، ايه اللي هي عملته ده؟ دي بنت اعوذ بالله عليها. ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، وان كان في خير عمره ما كان ربنا بعده عني، وبعدين هو ده راجل تأمني نفسك عليه بعد كده؟ إيه الحمد لله ان ربنا كشفهولك من دلوقتي، بدل ما كانوا يفضلوا يمثلوا عليكي، وبدل ما كان يبقى يوم الخطوبة تلاقيه يوم الفرح جاي بقول مش عايزك قدام الناس، هو عامل زي اللي ماشي ورا واحدة بتمشي على كل الأوامر، لا عنده رأي ولا شخصية ولا يتحسب على الرجال. يلا يلا كل يوم خلينا نروح المحاضرة وانسي، خلينا نركز في مستقبلنا، بلا رجالة بلا نيلة. وعدت الأيام وأنا بحط هدفي كله، لا اما في المذاكره لا اما في الدعاء، ان ربنا يصبرني ويقويني. اما بقى سهى كانت شغاله عندي فيا وفي ماما، بس انا ما كنتش بديها اي اهتمام، وده اللي كان قايد في قلبها نار، هي كانت عايزاني كل شويه اجر شكلها وتشوفني قد ايه متضايقه ومخنوقه، بس انا ما كنتش بديها الحق ان هي تعمل كده. المهم عدت الايام وكان في ابن عم ندى، كان هو دكتور علينا، وكنت بلاحظ دايما نظراته غريبة ليا، بس عمري ما دققت معاه لأنه كنت بحب علي، وكنت فاكرة ان هو كمان بيحبني. وبعدها لقيت في يوم ندى بتكلمني وبتقولي ازيك يا حياة، عاملة ايه يا حبيبتي واخبارك ايه؟ ما حسساني مش كنا مع بعض الصبح، بس هرد عليك كويسة الحمد لله، إيه انت اللي عاملة ايه وخير، مش عادتك تطلبيني في الوقت ده، في ايه؟ بصي من غير لف ودوران كده، الدكتور شريف ابن عمي عارفاه من ساعة ما شافك معايا من سنة أولى، وهو معجب بيكي ومش راضي يخطب خالص، بس علشان أنا كنت فاهماه إن انتي بتحبي علي وإن انتوا هتتخطبوا ما كانش راضي ياخد خطوة، بس هو لما عرف إن علي خطب وانتي واحدة تانية يعني أصر إن أنا أكلمك وأقول إنه عاوز يجي يتقدملك. صدقيني شريف بحبك جدا وكمان محترم جدا وما بيسيبش ولا فرد، وانت شفتيها اهو اخلاقه عامله ايه. قلت ايه؟ كنت متوتره مش عارفه اقول لها ايه، وقلت لها مش عارفه اقول لك ايه،
طب انت فهمتيه او عرفتيه انا سبت علي ليه او هو سابني ليه؟ لا طبعا انا مش قلت له، ده سر بيني وبيني، بس انا قلت له لو عايز تعرف ابقى اسالها هي، ولو عايزه تقولك هتقولك، بس نصيحه مني ليكي قوليله، لان اختك ممكن تدخل في الموضوع وتعمل اي فتن بينكم علشان تحصرك ودايما تحسسك ان هي اعلى منك. قوليله وعرفيه حقيقه اختك علشان مش تسبب لك مشاكل بعد كده. وبعدين بقى انا عايزاكي توافقي، عايزه انا وانتي ان نبقى قرايب وكمان سلايم. فنسيت اقولك ان خلاص احمد رجع من السفر وقرر انه يتقدم لي. بص انا لما اخترت علي اخترته من غير ما اصلي ومن غير ما اعمل اي حاجه، ومشيت معاه في طريق غلط، علشان كده كان ده جزاتي. اما دلوقتي انا مش هرد عليك غير لما اصلي صلاه استخاره واشوف ربنا هيهديلي نفسي ان اقبل ولا لا، وهبقى ارد عليكي، ولو في قبول هخليه ياخد رقم بابا منك ويكلمه ويحدد معاه معايا. سلام. هو فعلا صليت استخارة وارتحت جدا ليه، وطلبت من ندى ان هي تديله رقم بابا ويجي يقابله، وفعلا اجى وقابله، وطلب من بابا انه يقعد معايا بحكم ان هو يعني يشوفني ويتكلم ويشوف هنتفاهم ولا لا الرؤية الشرعية وكده. ولقيته بدأ يتكلم ويقول انا الدكتور شريف محسن، عيلتي يعتبر كلها دكاترة، عندنا 3 مستشفيات من اكبر المستشفيات الخاصة في البلد، دكتور جامعي، وكمان بفكر افتح مستشفى خاص ليا عن مستشفيات العيلة. المستوى المادي الحمد لله، عيلتي عايشة في فيلا، بس بصراحة انا حابب اكون مستقل عنهم شوية، علشان كده هشتري فيلا صغيرة على قدنا احنا الاتنين نعيش فيها. انا بصراحة معجب بيكي جدا من ساعة ما شفتك في سنة اولى، وكنت عايزة اجي اتقدملك، بس لاحظت ان في كيمياء بينك وبين الدكتور زميلك اللي كان اسمه علي، علشان كده مرضتش اتقدم لحد ما عرفت ان انتوا سبتوا بعض، جيت اتقدم يمكن اخد فرصة. طبعا انت عارف انا في كلية ايه وعارف اسم ايه لان طالبة عندك. انا هحكي لك باختصار، انا فعلا من ساعة ما دخلت الكلية وعلي بدأ يقرب مني بكام طريقة حبيته وعجبت بيه، وطلبت منه يجي يتقدم لي، بس هو قال لما يخلص الكلية، وفعلا يجي علشان يتقدم، بس كانت صدمة لما لقيته جاي يتقدم لأختي، وبعدها حكيت له على كل حاجة، وبعدها لقيته بيقول اللي أقدر أقوله إنه من حظ الحلو إنه سابك، ومن حظ الوحش إنه هو فرط فيكي ولعب لعبة رخيصة زي دي، بس عايزة أقولك إن يشهد عليا ربنا إن هخليكي أسعد إنسانة في الكون. وفعلا قرينا الفاتحة وحددنا يوم الخطوبة اللي هو هيكون يوم فرح سهى، رغم ان سهى كانت متضايقة من الموضوع ده، بس بابا اقنعها انه بدل ما جوزها اللي لسه بيكون نفسه يعمل فرح كبير لوحده وبتكلفة عالية، احنا هندفع نص الفرق وتكون الخطوبة بتاعتي. وفعلا وافقت، وكانت خطوبتي كبيرة جدا، رغم ان هي كانت متضايقة بس وافقت، لان علي قال لها توافق لانه مش معاه فلوس يعمل لها في قاعه كبيره. وكنت سعيده جدا، وطبعا هي شافت الذهب اللي اجالي وشافت كل حاجه والنار قادت فيها. ومن ليله الدخله وهي وعلي كل يوم ماسكين في بعض ماسكين في بعض، لدرجه ان بعد 3 شهور لقيت رقم غريب بيكلمني، رديت، وكانت المفاجاه لما لقيته علي وبيقول لي ازيك يا حياه، انا علي. حياه انا مش مرتاح خالص مع سهى، حسيت فعلا ان انا بحبك وعايز. بقولك ايه، انا هطلق سهى وانت سيب الدكتور شريف وحاجه تقدم لي، فرديت عليه بكل سخريه وانا بضحك بصوت عالي وبقول انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ ان كانت اختي قبلت الخيانه وقبلت ان هي تخوني بالطريقه دي فانا ما اقبلش الخيانه. وبعدين معلش انا ما بحبش اخد فرزه تانية، دايما كل حاجه بختارها فرزه اولى. وبعدين شريف راجل راجل بمعنى الكلمة، عمره ما هيخدع بنت أو عمره هيفكر يسيبني ويتخلى عن مسؤوليتي، زي ما انت كده بتتخلى عن سهى وهي حامل علشان شوية مشاكل. اتقي ربنا وخليك في حياتك وابعد عني. المرة دي كلمتك بكل ذوق، المرة الجاية هقول لخطيبي وهقول لبابا. سلام يا علي. سلام. قفلت معاه وانا سعيدة جدا، سعيدة لدرجة
لأنه كنت فرحانة قوي سعيدة لدرجة إن كنت طايرة من فرحة، لأن ربنا نجاني منه واداني واحد زي شريف ده. وعدى كام يوم وكنت أنا وماما وشريف بره. كان شريف عازمنا نشوف الفيلا ونشوف هنجيب لها عفش ايه، وماما راحت معايا وبابا كان في البيت لوحده. وفجأة خبط الباب، راح فتح لقاها أختي سهى داخلة بكل غضبها. بابا استغرب وفضل يبصلها من فوق لتحت، ولقاها بتتكلم بصوت عالي وغضب وتقول ايه، فين بنتك المحترم؟ بنتك المحترمة المخطوبة وعمالة تلف على جوزها علشان تاخده مني. ايه، مش كفاها دكتور الجامعة؟ ولا هي زي امها مش كفاها ابن عمها فعاوزة تلف على راجل تاني زي ما امها لفت عليك وخدتك؟ لا ده انا ولع فيها حي، انا امي زمان سابتك، بس انا مش هسيب جوزي وحب حياتي علشانها. قسما بالله لو ما بعدتها عن طريقي مش هركن على جنب زي امي واعيش في شقة اوضه وصالة واحاول اربي بنتي. لا هقتلها وادخل السجن واخلص واحرق قلبك زي ما حرقت قلب امي زمان. بابا وقتها اتعصب، فهو عارف كل اللي عملته فيا. لما سمعني انا وماما بنتكلم في مره، وسمعني انا وشريف وانا بحكي له، وقال لها بصوت عالي، اخرسي هقطع لسانك، حياه بنتي اشرف منك ومن 10 زيك. حياه بنتي ما راحتش اتفقت مع واحد علشان يدخل على اختها بالحب، وكمان يوم ما يجي يخطبها يخطب اختها. انت فكرك ان انا مش عارف؟ لا عرفت كل حاجه من يوم ما اجي اتقدم، وكان ممكن اقف واقول مش عايز الجوازه دي، بس لا سبتك علشان تاخد جزاتك. عارفه حياه ليه فرقه عنك؟ علشان تربيه ماهي مراتي، مش تربيه امك نجوه. وامك اللي كانت بتستغل ان انا اسافر وتجيب اي راجل، بيتي وعلى سريري هقول ايه؟ ما انت طالعه لها فيكي نفس الحقاره. وانا ما بقولش الكلام ده كلام كده وخلاص، انا معايا صور ليها، ولما حبيت اثبت عليها الكلام قلت لها ان انا مسافر اسبوع ومش راجع، وفضلت اراقب البيت الاسبوع لحد ما لقيتها مطلعه صاحب عمري. دخلت لقيتها على سريري، وساعتها وريت جدك واخوالك الصور اللي كانت بتتبعتلي لامك، وساعتها طلبت ان هي تتطلق، وانت علشان كنت صغيره ومتعلقه بيها ما رضيتش احرمك منها، وامي هي اللي جابتلي مراتي، وانا عمري ما هفتري على واحده. اللي خلاني اسكت العمر ده كله كان علشانك انت، عمري ما قلت الماهي لمراتي ولا بنت على حقارة امي، مع اني كان ممكن افضحها، بس قلت ربنا حليم ستار. بس طلعتي من نفس الحقارة، ما لازم تكوني زيها، ما هي ربتك على الحقد والغل. عايز انا اعمل ايه؟ عايز انا اسيبها على ذمتي كل يوم تجيب لي واحد لسريري؟ ليه؟ شايفاني مش راجل؟ على فكرة انا عندي استعداد كنت افضحها في يومها، بس عملت حساب ليك انت وانك بنت. مش عاوزه تصدقيني، ممكن اجيب لك الصور اللي محتفظ بيها اليوم والساعه زي دي. حرام عليك يا شيخه، خليتيني اجيب في اعراض واحده ميته حتى لو ما تستاهلش. ولو مش مصدقاني روح لخالك، خالك اللي رفض تقعد في بيته علشان مش تشبهه، وجاب لها اوضه على سطوح وانت عشتي معاكي فيها. انا عمري ما قصرت في حقك، بالعكس رحت جبت لها شقة، بس هي اللي رفضت تاخدها علشان تملي قلبك بالكراهية. كنت بديها فلوس وهي اللي كانت بتستخسر تديها لك وتديها لعشيقها، وفيك تروحي تسألي خالك على ده كله، لأنه ضربها بدل المرة 100 لما كانت بتاخد الفلوس اللي أنا ببعتها ليكي وتديها لعشيقها. بس أنا بقى كفاية كفاية، ومش هتحمل أكتر من كده، مش هتحمل ولا هشيل على ذنب واحدة حقودة ربتك على الحقد علشان أذي بنتي وأذي مراتي. مراتي اللي عمرها ما اعتبرتك غير بنتها رغم معاملتك الوحشة كل حاجة بتعملها، مع انها كانت ممكن تهينك وتبهدلك او ما ترضاش تروح تشتري لك عفش او 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 بسبب اللي عملتيه في بنتها. بس رغم كده عملت لك كل حاجة حلوة، بس انت اللي واحدة حقودة شايفة كل الناس وحشين وانت اللي حلوة، مع ان الكل شايف وعارف مين اللي حلو ووحش. يلا يا بنتي امشي من هنا، وزي ما خالك زمان طرد امك علشان حقارتها، انا بقولك انسي ان ابوكي عايش حتى يوم ما اموت، مش عايزك تحضري لي علشان ما بقاش كاره نفسي ان جبت واحده زيك على الدنيا. بابا فضل يطرد فيها، اما هي عينيها بقت مكسوره والدموع نازله على عينيها، نازله على عينيها بأسوأ. هي بدأت تفتكر لما خالها كان بيجي يضرب امها،
أمها تقول إن أبوها بيفتري عليها وطردها. بدأت تفتكر لما فعلا أبوها كان بيجي وهي صغيرة يديهم الفلوس، ولما تسأل أمها تقول إن أبوها خدها تاني. بدأت تفتكر كل حاجة وإزاي أمها سمحت لها تعيش في الذل علشان تدي فلوسها لناس تاني. بدأت تفتكر كل حاجة، هي كانت صغيرة ومش فاهمة الأمور، بس دلوقتي فهمتها. وكان بابا لسه بيطرد فيها. دخلت أنا وماما، وماما قالت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه يا محمد؟ أنت تطرد صاحب من البيت مهما كان غلطها، دي بنتك والمفروض تقف في ظهرها مش تطردها. يلا يا حياة خدي أختك وادخلي الأوضة، عمالة أتكلم مع بابا كلمتين. وفعلا خدتها ودخلت. وهنا ماما قالت لبابا انت فعلا غلطت، انا سمعت كل حاجه. لما مراتك كانت بالسوق ده وانت عارف واخواتها عارفين، ليه سبتوا عيله صغيره تعقدها في عيشتها؟ انا ما اقدرش الوم على سوها في اللي عملته. الوم عليك انت وعلى اخوالها وكمان على حماتها الله يرحمها، لانها سابت البنت الصغيره معاها. ولدت جواها الحقد وولدت جواها الغل، وكمان حتى بعد ما اجت وعاشت معانا بعد موت مامتها الله يرحمها، بدل ما تطبطب عليها كنت بتبعد. علشان ايه؟ علشان بتفكرك في اللي حصل زمان؟ ها؟ لو انت مش شايف ان هي بنتك وتستاهل الاهتمام والاحتواء، مين اللي هيشوف؟ انا يا مرات ابوها انا كنت ملاحظة ان في بينكم زي فجوة، في بينكم زي حاجة مش عايزين تعرفوها لنا. بس ليه؟ ليه؟ انت ابوها المفروض كنت تديها كل الاهتمام والحنان، ما تسألش في اللي حصل. عارف ان غلط، بس ما كنتش قادر. عارف يعني تدي واحدة كل الاحترام والحب والاحتواء وتتقفل بيها وهي فجأة مش تديك اي حاجة، حتى حقوقك، حتى ان هي تراعي بيتك في غيابك، شرفك وارضك. عارفة يعني ايه واحد يخش يلاقي مراته مع عز اصحابه على سريره؟ عارفة يعني ايه ارقام تبعت لي صور لمراتي كل يوم مع واحد؟ كنت تعبان، ما كنتش طايق حتى ابص في وش بنتي لانها بتفكرني بيها. عارف ان غلطت بس كنت تعبان. وفضلت ماما وبابا يتكلموا مع سهى، وانا اتكلمت معاها وفهمتها الموقف اللي بيني وبين جوزها، وان جوزها هو اللي بيرن عليا وانا ما بردش، ورديت عليه لانه كان رقم غريب، وسمعتها كل حاجه لانه كنت مسجله له المكالمه، وهي اعتذرت لي واعتذرت لماما. وبابا حاول يعوضها، بس هي كانت دايما نفسها مكسوره من اللي امها عملته ومن الكراهيه اللي زرعتها جواها، وان هي خلتها تغلط في ناس مش إلهم أي ذنب. وأنا وشريف اتجوزنا وعشنا حياة هادية، وسهى عايشة دلوقتي مع ماما وبابا مستنية الرجل الصالح، وتعلمت من الدرس ده إن هي لازم مش تاخد بالظن أو تاخد بكلام حتى لو والدتها، لازم تسمع للكل. أي رسالة لأي بنت اسمع للكل وحاول تفهم قبل ما تدمر حد. أما بقى لأي أم، ما تدمروش ولادكم بسبب حقدكم. الأم اللي ولادها بيفضلوا معاها بعد الطلاق، سواء المشكلة من عندها أو من عند جوزها، وتفضل تمليها في كلام علشان تكره أبوها، أو العكس صحيح. ما تعملوش كده لأنكم بتقطعوا صلة الرحم والمودة، وده هتتحاسبوا عليها قدام ربنا حساب عسير. ولحد هنا أكون انتهت قصتي. بتمنى أن القصة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.